ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك. مرام، نبدأ خبرنا فيما يخص روسيا. فرنسا ترسل مبعوثا لحضور تنصيب بوتين وألمانيا تقاطع، كيف يقرأ ذلك؟ نعم إسماعيل، يعني اليوم تشهد روسيا حفلة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين للمرة الخامسة على التوالي بولاية تمتد لستة سنوات. هذا التنصيب عادة ما يتم في مقر الرئاسة في الكرملين، ويحضر لهذا الحدث عدد من الشخصيات الدبلوماسية والداخلية أيضا، إضافة إلى ممثلين عن الدول كافة. عادة يكون هناك تمثيل أوروبي بالسفراء في المتواجدين في روسيا، لكن إسماعيل اليوم يختلف هذا الحفل عن باقي السنوات. فاليوم فرنسا تقول بأنها سترسل سفيرها كممثل عن دولتها، لكن بالمقابل هناك بعض الدول التي ترفض حضور مثل هذا الحفل، وتقول بأنه اعتراف شرعي بولاية الرئيس بوتين. وطبعا هنا يمكن أن ننوه أن فرنسا والمجر وسلوفاكيا قرروا إرسال سفرائهم لهذا الحدث كنوع من إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. لكن بطبيعة الأحوال إسماعيل، ألمانيا ترفض هذا الحدث، وتقول بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى اعتراف بولاية بوتين، ونحن أساسا نعارض فكرة الانتخابات التي جرت في آذار مارس، كذلك تنضم إليها دول البلطيق. وهنا يتحدث وزير خارجية ليتوانيا أنه يجب البقاء على عزلة روسيا، وخصوصا رئيسها الذي وصفه بالمجرم، وأن عدم المشاركة في تنصيب بوتين يعني أن هناك أمر، أن هذا الأمر اعتراف شرعي، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لليتوانيا، ويجب علينا أن نبقي على دعم أوكرانيا وشعبها. لكن هذا الأمر ربما إسماعيل ينظر إليه البعض أنه انقسام في المعسكر الغربي، بين مؤيد إلى أن الرئيس بوتين بالفعل سيبقى رئيس روسيا على الأقل على مدار ست سنوات، وآخرون من الدول الغربية يعترف ويقر بأن الحضور إلى مثل هذا الحدث هو اعتراف بشرعية بوتين، وهذا الأمر غير مقبول في ظل الأزمة الأوكرانية. الولايات المتحدة أيضا اليوم صرحت على لسان الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن الولايات المتحدة لن ترسل مبعوثا لهذا الحدث، وأنه يعتبر أن الانتخابات التي جرت غير حرة ونزيهة، ولكن الرئيس بوتين يبقى رئيسا لروسيا وسيظل كذلك. إذن هناك تفاوت في الآراء حول هذا الحدث، ولكن بطبيعة الأحوال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف صرح بأن اليوم سيجري حفل تنصيب الرئيس بوتين كما جرت العادة بالمراسم، وبحضور الفوج الرئاسي الذي يقوم باستعراض عسكري، إضافة إلى حضور ممثلين عن الفيدراليات الروسية وعن السلطة التشريعية والقضائية في هذا اليوم الذي سيجري فيه تنصيب الرئيس بوتين للمرة الخامسة على التوالي. نعم إسماعيل، أعود إليك. مرام، لو انتقلنا إلى موضوع آخر في العلاقات الروسية الألمانية، يعني هناك توترات جديدة تعقد المشهد العلاقات بين روسيا وألمانيا، يعني المشهد الذي تعقد بعد الحرب الأوكرانية، هجمات سبرانية تقرصن علاقات ألمانيا وروسيا، برلين تستدعي سفيرها، ماذا تحدثيننا عن هذا الموضوع؟
نعم، يعني يبدو أننا أمام موجة جديدة من التوترات والوصول إلى حافة الهاوية أو السقوط في الهاوية حقيقة بين في العلاقات بين موسكو وبرلين، على خلفية هجمات سبرانية توجه برلين اتهامها المباشر به إلى موسكو، وتقول أنها هي من تقف وراء هذه الهجمات التي استهدفت الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بزعامة أولاف شولتز. بحسب تصريحات الخارجية الألمانية أن برلين استدعت السفير الألماني في روسيا ألكسندر غراف لامسدورف ولمدة أسبوع، ثم بعد ذلك سيعود إلى موسكو بعد إجراء التشاور معه حول هذه القضية، حول قضية الهجمات السبرانية. أضافت أيضا أن الحكومة الألمانية أن هذا الحادث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وذلك لأنه يتماشى مع حوادث مشابهة جرت في الأشهر الأخيرة. أيضا كان هناك تعليق من قبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك التي قالت بأنه بعد إجراء التحقيقات تم ثبوت أن من يقف وراء هذه الهجمات السبرانية هم مجموعة قراصنة تدعى APT-28 تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية، وقامت بشن هجمات باستغلال ثغرة أمنية خطيرة في موقع مايكروسوفت أوتلوك، وقامت من خلال هذه الهجمات باستهداف بعض المواقع الإلكترونية إضافة إلى الحسابات الإلكترونية للحزب الحاكم، واستهدفت أيضا شركات وأيضا بعض المؤسسات التي تتعلق بالدفاع والفضاء وشبكة المعلومات والخدمات اللوجستية في ألمانيا. وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التوترات، وخاصة أن الخارجية الألمانية تتحدث أن هناك ثبوت في تورط موسكو في هذه الهجمات. أيضا هنا كان موقف الكرملين واضحا بأنه نفى جميع هذه الاتهامات، بل وجه اتهاما أيضا إلى برلين بأنها تحاول دائما تحريض الداخل الألماني على كراهية روسيا وأنها مصابة برهاب التجسس، وهذا الأمر لا يؤدي إلى إعطاء أي أدلة ثابتة حول تورط روسيا بمثل هذه الهجمات. وبالتالي إسماعيل، ربما هنا يجب أيضا النظر إلى أن التصريحات الألمانية تشير إلى وجود ثغرات في المواقع السبرانية لها، وهذا الأمر ربما قد أعطى فرصة سواء لموسكو أو حتى الصين التي أيضا تتهم بقيامها بمثل هذه الهجمات بالتورط بها. إذا لا يمكن أيضا وضع اللوم كاملا على روسيا أو حتى على الصين بهذه الهجمات، ربما يجب أيضا النظر إلى بعض الثغرات الأمنية التي تعاني منها ألمانيا في مواقعها السبرانية، من خلال أيضا بعض التصريحات الألمانية أن هناك جواسيس أساسا يعملون في جهاز الأمن السبراني الألماني، بعضهم من الصين وآخرون من خلفية روسية يحملون الجنسية الألمانية. وهنا أيضا يجب التساؤل، هل يمكن إلقاء اللوم بالفعل على روسيا أم أنه يجب أخذ الحذر من قبل الأجهزة السبرانية الألمانية؟ نعم إسماعيل، مرام، يعني في هذه الجزئية اليوم، يعني تعرض ألمانيا إلى هجمات سبرانية وخروقات أمنية بغض النظر من يقف وراء هذه الهجمات والخروقات، يعني ألا يدل أو كما يقول مراقبين بأن هناك هشاشة في الأجهزة أو المنظومة الأمنية الألمانية؟ نعم، يعني إسماعيل بالفعل إذا نظرنا إلى التصريحات الألمانية فإن هناك خروقات كبيرة جرت بسبب أساسا أخطاء سواء من جهاز الأمن السبراني أو العسكريين الألمان. إذا نظرنا إلى الحادثة التي ضجت في آذار مارس بتسريب محادثة هاتفية بين ضباط عسكريين ألمان على مستوى رفيع، كان هناك ثغرة بأن أحد الضباط يتحدث من سنغافورة عبر
موقع غير آمن، وهذا الأمر أتاح لروسيا بحسب الاتهامات الألمانية بتسريب مثل هذه المحادثة والوصول إلى مجريات ما جرى من خلال المحادثة الهاتفية بين العسكريين. وبالتالي هنا يجب على ألمانيا أخذ الحيطة، وأساسا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توجه انتقادا إلى ألمانيا بهذا الشأن، وتقول أن على ألمانيا الحذر بتلافي الثغرات الأمنية. أيضا الحادثة التي جرت يوم أمس تحدثنا عنها إسماعيل، حول اختراق 6000 موقع لغرفة الغرف الافتراضية للقادة الألمان، أيضا ربما هناك ثغرات في موقع ويبيكس كما تحدثنا. وبالتالي هنا يجب على ألمانيا أولا مراقبة أجهزتها السبرانية قبل إلقاء اللوم، ومن ثم هناك بعض الدول التي تعاني من هذه الهجمات ولكن لا يتم اختراقها كما نشاهد اليوم في برلين. وبالتالي الثغرات الأمنية موجودة باعتراف كل من ألمانيا والدول الحليفة لها من الاتحاد الأوروبي أو حتى من قبل الولايات المتحدة. تفضل إسماعيل، أعود لك. مرام، إلى موضوع آخر ولكن بعجالة، بدقيقة لو تلقينا الضوء على موضوع مجلس النواب الأمريكي يصوت هذا الأسبوع لتنحية رئيسه، عن موضوع هل سيحصل المجلس على الأصوات المطلوبة لإقرار ذلك؟ تفضلي مرام. نعم، يعني مرة أخرى يعود مقعد رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى مكان النقاش والجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس، وذلك على خلفية ادعاءات النائبة الجمهورية مارجوري جرين التي قالت بأنه يجب علينا الإطاحة بمايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري، وهذا الأمر على خلفية اعتراضها على القرارات التي اتخذها وخاصة ما يتعلق بدعم أوكرانيا. جرين حتى الآن لم تلقى الكثير من الصدى حول هذا الطرح، ولكن بطبيعة الأحوال سيتم التصويت على هذا القرار الذي ينظر إليه غالبية المحللين والأوساط السياسية إلى أنه سيفشل، كون أن هنا يوجد داعم أساسي وهو الحزب الديمقراطي لأول مرة إسماعيل لنائب جمهوري وهو رئيس مجلس النواب، وهنا تجتمع الآراء بين الجمهوريين والديمقراطيين لأول مرة في الوسط التشريعي على التوافق على رئيس مجلس النواب. وبالتالي ربما هذه الدعوات بالنسبة لجرين ستلقى فشلا واصطداما بحائط مسدود، كون أن جرين لم تحظى حتى الآن سوى ببعض الأصوات الجمهورية، ومن ضمن هذه الأصوات توماس ماسي وبول جوسر. توماس ماسي صرح بأنه يجب الإطاحة بمايك جونسون، وأنه من يدعم من الجمهوريين وجوده كرئيس لمجلس النواب عليه الانضمام إلى رئيس الديمقراطيين حكيم جيفرس، ودعم مايك جونسون من خلال تواجده بين الديمقراطيين. وبالتالي اليوم أزمة جديدة يدافع بها مايك جونسون عن نفسه، ويقول أننا يجب أن نسعى إلى التغاضي عن هذه الخلافات لأن الشعب الأمريكي يحتاج إلى مجلسا تشريعيا فعالا، وأن هو يستحق هذا المجلس بالفعل. وبالتالي ننتظر ما يمكن أن يحمله هذه الأصوات لبعض الجمهوريين في إقالة مايك جونسون، والتي تبدو حتى الآن ضعيفة ولا يمكن أن تحقق شيء على أرض الواقع، ما وذلك بخلاف ما حصل لمكارثي كيفن مكارثي الذي كان قبل مايك جونسون في توليه رئاسة الكونغرس. وبالتالي هنا ربما هذا القرار على العكس قد يؤدي إلى دعم مايك جونسون وإلى حصوله على مزيد من التأييد، وخاصة أنه أحد الأطراف التي يؤيدها ترامب، وكذلك جرين هي حليفة لترامب، وبالتالي هذا الأمر يثير ربما الاستغراب. بطبيعة الأحوال حتى الآن الأصوات المؤيدة الغالبية المؤيدة تعود لمايك جونسون وليس لمارجوري جرين. تفضل إسماعيل، أعود إليك. من موسكو مراسلتنا مرام حمصي جزيل، الشكر على هذه المعلومات والإيضاحات.